very excited. It's nice to be in a final cup. I think for Hassania is historical, but we are very quiet. We work very serious to be professional, respect the other team, and try to do our best for to bring this cup in Agadir. It's Bakary Mané who took red card, and Tamer Sian. Maybe Tamer Sian can come before, I don't know, but it's possible he will stay with his national team. But we are, it's normal in football, always you have some problems or injuries or suspension or something like this. It's important to have a good group. We are a very good bunch of players, and we'll see what we can do. Like I say always, we need their support. I know they are behind this team, and we never promise nothing more than commitment, try to do our best and try to win the game. This is the message. They believe in us. I think they believe, they must believe, because this group is a strong belief. We can do something special, something good, but the most important also is to say to them, I'm big thank you very much for what they did in Marrakech and even in Tanger. Really, we feeling proud of them, because there are fantastic support and the fair play, and really is speaking for themselves, the quality, the support. Thank you very much, and inshallah, we can do our best for to the happiness of the our supporters. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لفريق حسين تكادير, بالنسبه للاصابات, الحمد لله هذه الساعه 4 حتى شي اصابات كانت في بحر الاسبوع. شي اصابتين خفيفتين, وحده ديال النعمه باللالي على مستوى الركبه, ولكن استدعت واحد النهار ديال الراحه والترويض والعلاج. الحمد لله راه هو دابا راه في صحه جيده. وكانت واحد الحاله يعني ديال اللاعب الحارس كاموم اللي كما ذكرتوا راه كان تصاب في المقابل ديال الجيش على مستوى اليد ديالو, ولكن حتى هي اصابه سطحيه, استدعت شويه ديال الترويض, وراه الحمد لله راه هما كلهم مزيانين. وكما كتعرفوا كما كتعلموا بان راه الفريق داز بواحد المرحله ديال المقابلات اللي متسلسله وواحد التعب, لان لعبنا في طنجه نهار 22 اكتوبر, مشينا لزامبيا ذاك السفر الطويل والجو اللي كان تما ذاك الحراره, ورجعنا ولعبنا المقابله ديال الاياب, وعاوتاني لعبنا مع الجيش الملكي ولعبنا مقابله نصف النهائي. يعني راه خمسه المقابلات في 18 يوم, لان المقابله ديال طنجه كانت في نهار 22 والمقابله نصف النهائي نهار 10 في نوفمبر. ولكن الحمد لله بوسائل الطبيه ديال الريكوبيراسيون استطعنا نتغلبوا على دوك المصاعب اللي كتكون من ناحيه اللياقه البدنيه والطراوه. الحمد لله وراه تبين داك الشيء حتى في المقابلات, كما لاحظتوا راه في الاغلبيه ديال الاصابات اللي سجلنا راه في الدقه 90 دقه 88, يعني كتبين بان الدراري عندهم لياقه الحمد لله مميزه. ومع ذلك راه ما كاين والو, يعني الا ما كاين حتى اصابات كل شيء راه مزيان. ركزنا بزاف على الجانب الذهني, لان في هذه الحالات راه الجانب الذهني كيلعب دور كبير, خاصه كتلعب مع فرقه ديال كتلعب ضد فرقه ديال القسم الوطني الثاني, خصهم ما يستصغروهاش. والحمد لله الدراري كيتجاوبوا في هذه المسائل كلها, ونتمنوا ان شاء الله التوفيق ونفوزوا بهذه الكاس الغاليه, نهديوها للجمهور ديالنا العريض اللي تبارك الله تبارك يساندنا, ما نساوش الدور ديالو. وشكرا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.